انطلقت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحت رعاية إمارة الشارقة بحضور نخبة من رجال السياسة والاقتصاد والثقافة على مستوى العالم. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الشارقة منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري. منذر، بداية وبعد التحية، ضعنا في تفاصيل فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وأيضا أبرز ما شهده من مناقشات. تحياتي إليك بداية زميلتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذا المنتدى يشهد مناقشات ثرية عقد لأفكار مختلفة من على مستوى العالم، خاصة مع حضور نخبة من رجال السياسة ورجال الإعلام والثقافة على مستوى العالم. شاهدنا على مدار الساعات الماضية ورشات عمل تدور حول عدد من الموضوعات المهمة، منها الإعلام ودوره كدور لاعب رئيس في عملية التواصل بين مختلف العالم و معرفة مختلف الثقافات. هناك تأكيد على دور الإعلام كلاعب رئيس، وكذلك كيفية التعامل ما بين الثقافات والتواصل العادل بين دول العالم لنشر الثقافات المختلفة بدون تعدي ثقافة على أخرى. كانت هناك ورشة عمل انتهت منذ نصف ساعة تقريبا لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي تم سؤاله خلال ورشة العمل حول دور مصر في المرحلة القادمة، وخاصة مع انعقاد مؤتمر كوب 27 والذي سينعقد في شرم الشيخ، ودور مصر في دعم الدول النامية في المرحلة القادمة ضد التغيرات المناخية. أكد أشرف صبحي بأن مصر تلعب دورا رئيسيا من خلال هذا المؤتمر في الحفاظ على حقوق الدول النامية في ضد التغيرات المناخية، خاصة وأن هناك دول كثيرة قد أثرت في التغيرات المناخية في المرحلة الأخيرة، منها السودان بالفيضانات، وكذلك عدد من الدول سواء باكستان أو الدول مختلفة على مستوى العالم. وأكد أن مصر بدأت مع كوب 26 بعد نهايته، بدأت مرحلة الاستعداد لكوب 27 من خلال عدد من المشاريع الخضراء سواء على أرض مصر أو من استعدادا لنشر الوعي البيئي، وكذلك لمواجهة هذه التغيرات والداعمة لحقوق الدول النامية ضد هذه التغيرات المناخية. كذلك هناك مناقشات دارت حول أهمية الإعلام كلاعب رئيس في نشر الثقافات المختلفة بطريقة عادلة. تستمر ورش العمل على مدار ساعتين تقريبا مع انتهاء اليوم، على أن تبدأ في الغد مناقشات أخرى، مناقشات ثرية حول مختلف الأفكار على مستوى العالم. شكرا لك جزيل الشكر منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري من الشارقة.